انت اجمل من رأت عيني. لن تهربي مني، انا معاوية بن الشريد الذي تتهالك عليه النساء. هو انا زوج من سيهلكك لو تماديت يا هذا. سأنازل زوجك ان اقتضى الامر وتكوني لي وحدي يا درة الغواص. انا سعدة زوجة هاشم بن حرملة يا هذا. سعدة، ما اسعد من ينال لقاءك ويجالسك. من هذا الذي تعرض لأهلنا بسوء؟ يقول إنه ابن الشريف. ولو كان ابن ملك الملوك لن تفرد من يدي يا كلب. أتشتمني يا هذا الزعم الأكون؟ ما الأمر يا خال؟ ماذا يجري هنا؟ ستنظر بعينك ما يجري حين أذبح خالك كالشاه. لا تنظر أنت من سيذبح، فتسمى زوجه. اهدأ اهدأ يا خال، ولا تثر الفتنة بيننا وبين بني مرة. هيا هيا يا خال، اهدأ اهدأ. الذي تنوي فعله يا معاوية؟ سأثأر لنفسي ولقومي، سأبيد بني مرة وأسبي نساءهم. لماذا؟ قد شتمني هاشم بن حرملة بين جمع من الناس وقال إنه سيذبحني ذبح الشاه. لا يا خال، لقد تعرض خالي معاوية لامرأة هاشم وراودها عن نفسها في السوق، والناس تسمع وترى. أتريد أن تغزو القوم ظلما وتدعو أهلك إلى مهلكة بسبب امرأة أردتها لنفسك؟ بل بسبب شتم هاشم لي بين جمع من الناس. من يركب الطيشة يعثر ولا ينهض يا معاوية. لن تذهب معي؟ لا لن أذهب معك، أليس لك عقل يردعك؟ ما دمت لن تخرج معي سأخرج ولو بعشرة من الرجال. إلى أين يا عباس؟ سأخرج غازيا مع خالي. أنت صغير طري العود ولن تخرج إلا إذا وافقت أمك الخنساء. لقد كبرت واشتد عودي ولست بحاجة إلى موافقة أحد. هذا يوم شعب. لا تغفلوا فإني أخشى طيش رجال بني سليم، ولقد شتمت ذلك الغر الأحمق معاوية ولا أظنه ينسى أو يصفح. سننسيه حياته إن جاءنا ولو بألف رجل. أنا لها واللاتي لأبيدن جمع بني سليم ومن يناصرهم حتى يقول الناس ثأر بنو مرة لعرضهم وأبادوا جمع سليم. هيا انتشروا. هيا لحق بنا خفاف بن عمير. احذروا هجمة بني مرة، فلقد بلغنا أرضهم. وأني قد رأيت فارسا لهم يدور قبل مغيب الشمس يتتبع الآثار. وها قد أقبل الليل فليتتبعها في ضوء القمر إن استطاع. الليل أستر لنا، إنما علينا أن نجعل الخيل في سكينة لئلا تجفل ويعلو صهيلها فتدل علينا عدونا. سأتسلل إلى الراوية كي أتجسس على بني مرة فلعلهم حولنا. احذر المباغتة. ستقضين ليلك واقفة وعينك على الظلام؟ ماذا تريدين من امرأة ذهب أخوها وابنها ورجال قومه إلى الغزو؟ أتظنين عيني ستغمض أو فؤادي سيسكن ويرتاح؟ ماذا أقول وأنا العروس؟ قد ذهب العباس وتركني بيد الهواجس والوساوس. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. عودي إلى فراشك فإننا اجتمعنا كثر النواح والعويل، وهذا فأل شؤم.
كان بني مرة قادمون يا رجال. الشمة فرس معاوية. وأين فارسها يا تناظر؟ أين العباس؟ أما عاد العباس؟ وقد أدركت هاشما وطعنته بحربتي. آسفا عليك يا معاوية. آسفا عليك يا معاوية. كيف دركت خالك مجددا لأرض بني مرة يا عباس؟ تكاثرت الخيل واشتد الطعن يا أمي، لم نستطع الثبات لنحمل قتلانا ونسحبهم. كيف ترى جرحه أيها الطبيب؟ إنها طعنة شديدة نزفت دمه. لم ينقطع دمه إلا قبل قليل، ونام بعد أن سكن ألمه. سكن ألم قلبي وبرد غليلي حين طعنت معاوية وشفيت غليلي. سأصنع له دواء يعجل بشفاء الجرح. الدواء خير من الكي، لا أريد لهاشم أن يتألم فوق ألمه. ويلك خفاف مني، لا طعنن قلبك كما طعنتني. أريقي من دموعك واستفيقي، وصبرا إن أطقت ولن تطيقي، وقولي إن خير بني سليم وفارسها بصحراء العقيق. ألا هل ترجعن أنا الليالي من ثوابل والشقيق؟ وإذا فينا معاوية بن عمرو على أدمه كالجمل الفنيق، فبكيه وقد أودى حميدا أمين الرأي محمود الصديق.
أسلاك نفسي لفاحشة أهديت ولا عقوقي، ولكني رأيت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحليق. لا تنفك تنوح وتحرك في نفوسكم شهوة الثأر من بني مرة. لا لوم عليها يا حبيبة، فخالي معاوية كان سيد قوم. لو أنه حفظ مكانته ولم يعترض زوج هاشم. كفى يا حبيبة كفى، لا أحب أن أسمع لوما لخالي وهو في قبره. ليتنا نستطيع أن نأتي به وندفنه هنا في أرض بني سليم. هذا ما أسمعه من صخر أيضا، ما عدت أسمع إلا ما يكدر النفس. وعاذلة هبت بليل تلومني، ألا لا تلوميني، كفى اليوم ما بي. وقالوا ألا تهجو فوارس هاشم، ومالي وإهداء الخنا ثم مالي. أما لهجو أن قد أصابوا كرامتي، وأن ليس إهداء الخنا من شمالي. إذا ممرع أهدى لميت تحية فحياك رب الناس عني محاوية. حتى ما يا أم، الأيام تمضي وتمضي وعارنا لا يمضي ما دام ثأرنا نائما وبني مرة يشمتون بنا. لا شماتة بعد اليوم يا تماضر، أنا قد عزمت على أمر وسيعينني العباس على فعله. أتريد أن تجمع قومه في الأشهر الحرم لتغزو بهم يا صخر؟ لا، لكني سأجعل الأشهر الحرم ستاراً يقيني شر بني مرة. كيف يا خال؟ أريد أن أفهم. هذا تدبير لن نبوح به الآن، تجهز ولنرحل غدا. ما زال داع الثأر والدم يؤرقني يا عباس، كنت أخاف أن أصحو لا راك ترحل بلا عودة. هذا فعل سيء يا امرأة. هل أنت مقبل على أمر حسن فيه خير وراحة بال لنا، أم تراك اتبعت خالك إرضاء لأمك؟ بل إرضاء لما في نفسي يا حبيبة. أنت تعرف وجهة خالك صخر وما ينويه. إذن ما ينويه خالي لا يخالف ما في نفسي مهما كان. فجرحك لن يلتئم ما دمت تتحرك. جرحي هذا سيقتلني لا محالة يا سعد،
دعيني أخرج لأنظر من القاتل. ألم تسمع ما قاله عمار؟ إنهما رجلان لا أكثر. لقد اقترب رجلان من حينا وتبين لنا من يكون. من؟ إني أشعر بالشر وأشم رائحته يا دريد. صخر بن عمرو الشريد والعباس بن الخنساء. جاء آلحت فيهما. أين سيفي؟ دع الرجال تكفلون بالأمر يا هاشم، فأنت لا تقوى على المشي، فكيف ستحمل السيف للقتال؟ لن يكون هناك قتال، نحن في الأشهر الحرم يا سعدة. عم صباحا يا دريد. نعمت صباحا يا ابن الشريد. هل بعد هذه التحية من غدر يا بني سليم؟ نحن في الأشهر الحرم وما جئنا لقتال، فسيوفنا لن تغادر أغمادها. لما أتيتم إذن يا صخر؟ جئنا نسأل عن قتيلنا معاوية، هل دفنتموه وبما كفنتموه؟ كفناه بثوبه وببردة من فضلة ثيابنا. من منكم قتل خالي معاوية؟ أنا طعنته ودريد ثنى الضرب، وبهذا أخذنا بثأرنا منه، وهذا حقنا. أروني قبره، فإني ما جئت إلا لهذا. سنمكث هنا يا عباس. نمكث هنا؟ ألم نزر قبر خالي؟ لنرحل. لم ندرك ثأرنا بزيارة قبر عليه حجر وتراب. كيف تريدنا أن نثأر والقوم أحس بنا وشيعون حتى غادرنا القبر؟ سنمكث هنا بين الشقوق حتى ينزل ستار الليل، وبعدها أتسلل إلى خيمة دريد فأقتله، وأنت تنتظرني مع الخيمة. تقتل دريدا فقط؟ وهاشم؟ هاشم جريح وسيقتله جرحه، وليس من المروءة يا عباس أن أجهز على جريح. ألم على عينيك؟ ما لها؟ لقد أخضبت دمع سربالها. أبعد ابن عمرو من آل الشريد، حلت الأرض أثقالها. فإن تك مرة أودت به فقد كان يكثر تقتالها. سأحمل نفسي على خطتي، فإما عليها وإما لا.
كنت قد وعدت ضمار أن يعيدك سالما، ونذرت له هذه أطوق بها عنقه، وها أنت الآن تفين بنذرك. لعله النذر الأخير يا عباس، هذه أمنيتي. تريدينني أن لا أثأر وأن لا أغزو ولا أقاتل؟ وما العجب يا عباس؟ العجب من امرأة ولدت وعاشت بين قوم يغزون ويقاتلون وهي تنكر عليهم ذلك الآن. لن يحبك يا عباس، ولا أستطيع فراقك يوما، فكيف تراني حين تذهب إلى القتال؟ لقد جبلنا على هذا يا حبيبة. أنا لم أشرع ما اعتاد عليه أهلنا وعشيرتنا، هي شرعته، ولا يمكنني استبدالها بشرعة ترضيك. أنا وقومي أيضا نتخوف من غدر بني أسد، وما دمت قد جمعتنا لهذا الأمر يا صخر فإني أضع يدي بيدك. نغير على بني أسد وهم في غفلة، كي لا يبادروا إلى ندب أعوانهم وأتباعهم. هل لنا في بني أسد ثأر يا خان؟ إن لم تغزو تغزى يا عباس، وبنو أسد ينوون شرا، فلقد طاف بنا أحد البصاصين ومر آخر بقوم خفاف، ومن يرسل عيونا فقد عزم على الغزو والغدر. نبادرهم ونذهلهم عن أنفسهم، هو الرأي، والويل لبني أسد. الحماسة تسري في دم الرجال، فلنسرع بالغزو. هيا. غارضنا بني أسد، أقبلت علي الخيل يا بني أسد، غارضنا بني أسد. فأمسى خالك صخر بعد أن بتر الطبيب ساقه؟ لقد امتد المرض لجسمه، ولا أظنه سيبرأ منه، فلندعو ضمارا أن يمن عليه بالشفاء. إن الخطوبة تنوب من الناس وكل المخطئين تصيب، فإن تسألين هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب. أجارة لست الغداة بضاعن، ولكن مقيم ما أقام عسيب. هلك سيدكم يا قوم، هلك سيدكم يا قوم، هلك سيدكم يا قوم. Ha ha ha!
تكنت، هي العبرة وقد تكنت، حضونه من جديد الترب أستاره. ضمار ما عاد يسمع منا يا عباس. هل دعوته صادقة القلب واللسان؟ وباكية العين. مله فتى لاهثة. عسى أن يجعل أمك تعود لعقلها وتسلو خالك، كي لا تبقى تدور بين القبور تحت واد الشمس. لا ينسي الحدث إلا حدث أكبر منه يا حبيبة. أدركنا يا ابن المرداس، أغارت علينا خيل رسل ابن معاوية. ظهر سيفي. سيفي يا حبيبة! سيفي! لا يا عباس! دعيني يا امرأة! دعيني يا عباس! عباس! لا يا عباس! عباس! أما زلت هنا؟ وقد نزل البلاء بقومنا؟ أغار نصر وآله علينا، والعباس خرج مقاتلا. العباس؟ نعم. ويلي، ويلي من هذه الحروب التي أكلت رجالنا وأفنت سادتنا. ويلي. راجلا يا ولدي، سرق فرسي. ما إن ترجلت ليقاتل الرجلين حتى أخذه أحدهما فر هاربا. فداك ألف فرس يا ولدي. لا أستبدله بألفين يا أمي، وسترين. ماذا تنوي أن تفعل يا عباس؟ سأسترد فرسي، سأسترده. تعال لنشرب ونستريح من نصب القتال يا ابن مرداس. هيا. أغار علينا جمعهم بين ظالم وبين ابن عم كاذب الود أيهن. كلاب وما تفعل كلاب فإنها وكعب. صرات البيت ما لم تهدم. فإن كان هذا صنعكم فتجردوا، لألفين منا حاسر وملثم. وأكثر من ألفين سنجمع لهم جموعا لم يروا مثلها.
أجل أجل. لا أراك إلا وأرى الشر وراءك. إني أكره السيوف والرماح وكل ما يسبب الثقل والترمل. لولا السيوف والرماح لما استطعنا أن ندفع عنا شر المغير والغازي يا حبيبة، ولا أصبحت سبية بيد عبد أو جلف يسومك سوء العذاب. ألا من خير أسمعه يا عباس؟ ألا من خير نحلم به غير السب والقتل؟ يعتدى علينا فنعتدي، ويغار علينا فنغير. يا ابن مرداس، يا ابن مرداس، يا ابن مرداس، هذا خفاف وهو لا يأتي إلا لأمر خطير. اتبع درب عيان الإبل فتجد فرسك عند زهير بن زرارة الأسدي. أخشى أن يتبعني بعض رجاله. زهير خرج من أهله مغاضبة وهو ينوي الرحيل إلى أخواله. عجل عجل واتبعه، فأنا الذي جاءني بالخبر رآه فجر اليوم. لن يأتي الليل إلا وعدت بالفرس. الفارس يا عم. جني ما بك يا عم. لديك ما أوفتت فيني. بالطبع يا عم بالطبع. اشرب اشرب يا عم. لما لم تنزل بحي من أحياء العرب يا عم؟ أنا في عجلة من أمري، أريد أن أبلغ مكة سريعا قبل أن ينقضي أجلي. مكة؟ كيف ستصل مكة وأنت وحدك؟ إني أعرف الدرب يا ولدي، وأعرف أني سألاقي مشقة في ذلك، غير أني أسعى إلى ما كنت أنتظره منذ زمن بعيد. ما الذي ينتظره الناس في مكة غير الموسم يا عم؟ محمداً، محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب. سمعت بعبد المطلب، كل من يفد مكة يعرفه ويعرف أولاده. ونعم، غير أن محمداً هو من أريد. أما سمعت بخبره الذي شاع بين القبائل؟ شغلنا ما نحن فيه عن الأخبار. محمد يبشر بدين جديد، حدثني عنه رهبان في بادية الشام، قال لي حبر منهم: إذا أدركت هذا الدين فاتبعه. عجبا، ما هذا الدين الذي يبشر به محمد حتى تسعى إليه مجازفة؟ إنه دين لا يفرق بين سيد ومسود، ويحرم أن يقتل الناس بعضهم بعضا، ويدعو إلى عبادة إله واحد. إنه دين يدعو إلى نبذ الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. ماذا؟ تقصد آلهتنا وآلهة قريش في الكعبة؟ يا ولدي، أنا لم أكن أرى تلك الآلهة غير أحجار، أحجار صنعها الناس بأيديهم فلم أسجد لها، غير أني كنت في حيرة من أمري عندما سمعت بخبر محمد وجدت فيه ضالتي. أيقنت بصدق محمد قبل أن تراه؟ هذا العجب العجاب. فيما العجب يا ولدي؟ كاهل تجاوز 65 لابد أن يرى الأمور بعين اليقين، قد جرب حلوها ومرها وعركته السنين. أين سرحت يا ولدي؟ لن تجد جوابا على تساؤلك إلا هناك في مكة، هناك سترى وتسمع، وعندها ستختار. Thank you.
يا ابن عروة، أترى ذلك الشاب المقبل علينا؟ إنه ابنك العباس يا خالة. أحسنت يا ابن عروة. ما له يمشي بفرسه الهوينة كأنه قد عاد خائبا ولم يدرك ما سعى إليه؟ هذا العباس قد عاد. وما الذي يفرحك يا هذه والخيبة تبدو عليه؟ سأضع الحناء على رأس ديمار الذي استجاب لدعائي. ألم تدرك زهيرا يا عباس؟ هل ردك بنو أسد ولم تبلغ غايتك؟ ما الأمر يا ولد؟ قل شيئا. لا شيء، أريد أن أريح بدني. لك الشكر بما وهبت، وأني بنذري قد وفيت، وما دمت قد وفيت وحرست. ويلي من غضب ضمار. أيغضب الحجر ويرضى يا حبيبة؟ عباس، من صنع ضمارا ومن أين له بهذه الحجارة؟ إني أسمع منك عجبا يا ابن مرداس. ما الذي أصابك؟ ما الذي لقيته في الفلات؟ هل سمعت بخبر محمد ابن عبد المطلب؟ لا، وما شأننا به؟ هو شأني أنا يا حبيبة. سأرحل إلى مكة وأستوثق من كل ما سمعته. ما ضمار هذا إلا حجر، حجر. كان يجب أن تمنع ابن مرداس وتردوه. إنه العباس يا هذا سيدكم، له شأن بمكة سيقضيه ويعود. وما هو هذا الشأن؟ ألم تسمع ما قالته امرأته؟ كثر الكلام حتى صار لغوا، وانشغل كلكم بأمر العباس ونسي ما له وما عليه. وهل ترين أمر العباس هينا يا خالة؟ لقد خرج وحده دون أن يجتمع بالرجال ويشاورهم، أو يطلب أحداً أن يركب معه إلى حيث يريد. سيعود يا خفاف، سيعود، ولكم أن تسمعوه العتب والملام. هيا هيا انصرفوا إلى بيوتكم، ولكن احذروا غدر عدوكم في غيابه. ألن يركب أحدهم ويتبع العباس ويرده؟ لا أحد يستطيع أن يثني العباس عن رأيه وقصده. ارفقي بنفسك يا حبيبة وانتظري عودته كما سأفعل أنا. العم ساعدة؟ أهلاً 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 بسيدي سليم. أهلاً بك يا ولدي. أهلاً يا عم، أهلاً. هل جئت من مكة؟ علمت أن محمداً في يثرب فلم أذهب إلى مكة. هيا بنا إلى حجرتي لتغتسل وتبدل ثوبك الباذخ هذا، وبعدها نذهب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني بقولك هذا؟ أعني محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستحظى بلقائه
وأرجو أن يفتح الله قلبك للإيمان ويجعلك من أهل الهداية. أريد أن أفهم أولا. تعال إلى البيت أولا لتأكل وترتاح، ثم أسمع منك وتسمع مني، بعدها نذهب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا يا ولدي تعال تعال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عباس بن مرداس السليمي، بعضكم يعرفه، جاء ليقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع منه. تعال معي يا ابن مرداس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا. أرأيت يا ابن مرداس كيف وعى قلبك الإسلام فأسلمت؟ الإسلام دين العقل والفطرة السليمة، وهو يدعو للتي هي أحسن. أريد أن أحفظ آيات من القرآن، أريد أن أتعلم كل ما يأمرنا به الله، كي أعود إلى بني سليم وأدعوهم إلى الإسلام عن بينة. سيجالسك أحد الصحابة ويجيبك عن كل ما تسأل عنه، فكل منهم له علم يغنيك وينفعك إن شاء الله. آمنت بالله الذي أنا أعبد، وخالفت من أمسى يريد الممالك. نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصل منه كذلك، أمينا على الفرقان وأول شافع وآخر مبعوث يجب الملائكة. رأيتك يا خير البرية كلها، توسطت في القربى من المجد مالك، فأنت المصفى من قريش إذا سمت غلاصمها تبغي القروم الفواتك. بارك الله فيك يا ابن مرداس، لقد ابتش رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعرك يا ابن مرداس. لقد جهزنا لك زادا كافيا للطريق، وهو في الخرج على حصانك. إني أرجو من الله أن يهدي قومي للإسلام. إن شاء الله. وأنت ما عليك إلا أن تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت شاعر بليغ وتستطيع أن تقنع الناس بحجتك وبلاغتك، وسيمدك الله بالعون إن شاء الله. إن شاء الله. بأمان الله يا ولدي، هيا حصانك بانتظارك.
بل أنا يا حبيبة. عباس، لا تقل لي ما أراه حلما. عباس حبيبة، أسمعتم ما يدعون إليه العباس بن مرداس؟ إنه يتلو علينا كلاما لا نكاد نفهمه. يا قوم، يا قوم، عبالكم يا قوم، ابن مرداس لا يدعو لغير الخير. هيا هيا تعالوا معي. هيا لعمري أنا يوم أجعل جاهدا ضمارا لرب العالمين مشاركة، وتركي رسول الله والأوس حوله، أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في غيب الأمور المسالك. وبعد يا خلسان، لقد طبقت مراثيك الآفاق وما زلت تبكين على صخر ومعاوية. كنت قد بكيت لوعة على فقدهما، أما اليوم فأبكيهما أسفا على أنهما ماتا على الجاهلية ولم يدركا الإسلام الذي أنعم الله به علينا. الحمد لله، الحمد لله. سنفرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلن بين يديه أننا على دينه القويم الذي بشر به الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فمن شاء التحق بنا ومن عجز عن اللحاق فإن الله غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر.